أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل خير. نحييكم أجمل تحية من المرموم من ميدان سباقات الهجن العربية الأصيلة في انطلاقة أول الأشواط الصباحية في هذا اليوم، والخاصة بسن اللقاية، حيث مشاهدينا الكرام نسير بحضراتكم مع 25 انطلاقة ودفعة من دفعات التحدي والمنافسة في هذا الميدان في هذا اليوم السابع من الثامن من يناير لعام 2018 في انطلاقات سن الصغار في أسبوع الصغار، والذي يتزامن مع مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. نسير مع أولى الانطلاقات وأول الدفعات الصباحية، نرحب بكل الأخوة الحاضرين في أرضية هذا الميدان، نرحب كذلك بالأخوة المتابعين أمام قناة دبي ريسنج الثالثة لنقل وقائع سباق المرموم. فأهلا وسهلا بالجميع في ميدان التحدي والمنافسة في المرموم. نسير إلى أول المراكز وأول الأشواط الخاص بالأبكار اللقاية المحليات الأصايل، إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة مرتابة تتقدم إلى المركز الأول، تعود ملكيتها لسيف بن سعيد بن دري الفلاحي على المقدمة والبداية الصباحية، بينما المركز الثاني وصلت راي والملكية المهير بن علي بن دري المنصوري، يقدم لنا راي من تحتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث ياتي شعار بن دري ليقدم لنا جراحه، والملكيه لسعيد او لذياب بن سالم بن دري الفلاحي يحتل المركز الثالث، بينما منهج تحتل المركز الرابع والملكيه لمحمد بن مطر بن دحروي العامري. اما المركز الخامس فانتقل مباشره الى شعار العملاق العناوي، هنا تتواجد في هذه اللحظات مياسة، وياتي عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز الشريفة في المركز الخامس، بينما المركز السادس وصل شعار بالطير او بالطير مع وجود امجاد في هذه اللحظات، تتواجد في هذا الملتقى احمد بن سلطان بن رشيد السويدي يحتل الان المركز السادس. المركز السابع من خلال تحذير لمحمد بن دغاش العامري يحتل المركز السابع، والمركز الثامن من وصلت في هذه اللحظات شواهين علي بن سالمين بن حمد العامري، بينما المركز الثامن النعيمي علي بن سالمين النعيمي. المركز التاسع وصل شعار النعيمي او شعار الغفراني، هذه سيطره هادي بن علي بن هادي الغفراني المري. اما المركز العاشر هذه الذويبه تحتل المركز العاشر، هلال بن سعيد بن هلال الظاهري. هذه النتيجه ايها الحفل الكريم مشاهدينا الاعزاء في مشاركات هذا الشوط في منافسات هذا الملتقى، هذه البدايه الاولى بالنسبه لسن اللقاية منافسات الصغار على أرضية الميدان وميدان المرموم. أعود إلى البداية في هذا الأسبوع ثامن أسابيع هذا الموسم مشاهدينا الكرام في ميدان المرموم، ولكن عودة إلى مرتابة، عودة إلى مرتابة في المركز الأول، تتقدم في هذه اللحظات تعود ملكيتها للسيف بن سعيد بن دري الفلاحي على المقدمة وعلى السيطرة الأولى، بينما هناك المركز الثاني تتقدم من خلاله منهج، تسير على منهج معين، ومحمد بن مطر بن دحروي العامري يقدم كذلك لنا منهج مع هذا الشعار. اما المركز الثالث فتواجدت فيه راي والملكيه لمهير بن علي بن دري المنصوري يقدم لنا راي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع هذه جراحة وذياب بن سالم بن دري الفلاحي يقدم جراحة، من الجانب الآخر محمد بن دغاش العامري كذلك تقديم من خلال وجود تحذير على هذا الموقع. أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي يقدم لنا في هذه الانطلاقات أمجاد تحتل المركز السادس، الذويبة واصلة، هلال بن سعيد
جديد بن هلال الظاهري يقدم الذويبة على المركز السابع. المركز الثامن وصل الغفراني، وصلت سيطرة هادي بن علي بن هادي الغفراني المري. النعيمي من الجانب الآخر يقدم شواهين علي بن سالمين بن حمد النعيمي على تاسع المراكز، بينما المركز العاشر هذه اللي تدخلت الآن وصلت للمركز العاشر، هذه غزلان عبد الله بن حمد بن حبتور العامري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للأسماء المتقدمة، للأسماء الحاضرة في التنافس والتحدي في ملتقى هذا الشوط. لكن نعود إلى البداية، نعود إلى مرتابة، لا زالت على المركز الأول، والمركز الأول ما تهاب على الصدارة الأولى منذ البداية حتى هذه اللحظات. وسيف بن سعيد بن دري الفلاحي مقدما مرتابة على ناموس هذا الشوط، حيث تتقدم في المركز الأول معلنة عن وجودها في انطلاقة أشواط الصباح وانطلاقة أشواط التحدي الصباحية. لكن شوف المركز الثاني هل لديها رأي آخر؟ هذه رأي والملكية المهير بن علي بن دري المنصوري على المركز الثاني، بينما منهج في المركز الثالث تنهتهج منهج جميل محمد بن مطر بن دحروي 1200 على خط النهاية. وتحذير واصلة إلى المركز الرابع لكل المشاهدين، محمد بن دغاش العامري يحتل المركز الخامس، بينما النعيمي قادم. ولكن هذه اللي وصلت سيطرة، هادي بن علي بن هادي الغفراني المري. أعود إلى البداية، أعود إلى مرتابة، لا زالت حتى اللحظة العصا في الأبطان والتعليمات ما صدرت، والمركز الأول تسيطر عليه. لكن شوف الرأي، شوف الرأي الآخر ماذا يعني لك الرأي والرأي الآخر، رأي بن دري المنصوري ولا مرتابة؟ مرتابة، ولكن وصلت منهج، منهج ومرتابة، منهج ورأي، رأي رأي. إذن مشاهدينا الكرام على المركز الأول مهير بن علي بن دري المنصوري، هناك منهج محمد بن مطر بن دحروي العامري يحتل المركز الثاني، المركز الثاني، بينما بن دري يحاول. أهالي السمحة ولا الخزنة؟ أهالي الخزنة، أهالي الرماحة، أهالي الرماحة. اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، مرغم 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 تتقدم مع منهج، منهج منهج وراي، راي ومنهج. لكن منهج مشاهدينا الأعزاء انتزعت المركز الأول، حولت السلامات إلى أهالي، إلى أهالي مرغم، سلامات صباحية مميزة في انطلاقات الصباح. محمد بن مطر بن دحروي العامري سلام وتحية على هذا الفوز والانتصار. هذه منهج مشاهدينا الكرام، انتزعت المركز الأول، ناموس هذا الشوط، سلام مرغم سلام في هذا الصباح الجميل. هذه لحظات وصول منهج إلى خط النهاية. راي بالمركز الثاني مهير بن دري المنصوري، المركز الثالث وداد محمد بن سعد بن سالم القمزي، المركز الرابع، المركز الرابع سيطرة هادي بن علي هادي الغفراني المري، بينما المركز تحذير في المركز الخامس لمحمد بن دغاش العامري. هكذا إذا مشاهدينا الأعزاء تنتهي الحلقة الأولى لمجريات وناموس هذا الشوط الأول الصباحي، حيث كانت المهمة لمنهج أن تنتزع المركز الأول وتسير على منهج معين من البداية حتى النهاية. 7 دقائق 34 ثانية، 3 أجزاء من الثانية وتوقيتها الزمني. تانينا والناموس لمحمد بن مطر بن دحروي العامري، سلام وتحية وسعد الله صباحكم يا لي مرغم على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كانت راي، قطعت المسافة في 7 دقائق 35 ثانية و4 أجزاء من الثواني. تانينا والناموس لمهير بن علي بن دري المنصوري، بينما مشاهدينا الكرام حلت في المركز الثالث في انطلاقات هذا الشوط، وكانت من خلال التحدي والمنافسة بأدائها الجميل. 7 دقائق 37 ثانية و9 أجزاء من الثانية كانت مشاهدينا الأعزاء هذه اللي وصلت وداد لمحمد بن سعد بن سالم القمزي، هي من حلت المركز الثالث وهجت الفوز والناموس لمالكها في نهاية مطاف هذا الشوط الأول. عودة مشاهدينا الكرام إلى بداية الانطلاق الآخر والتواصل الآخر في المنافسة الأخرى في ميدان المرموم وسباقات المرموم هنا على البداية، والخاصة بالأبكار المهجنات.